مشاهدينا مشاهدي النايل لايف شبكه انت ان، صباح الخير عليكم ونهاركم سعيد. النهارده الجمعه 6/1 وهيكون معانا يوم مليان فقرات تهمكم كلكم، بس الاول هنصبح الاول على مي واشرف. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا مين. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير على كل اللي بيتابعونا، يا رب ان شاء الله يوم سعيد على كل اللي بيتابعونا وعلى كل مصر، وبدايه سنه تكون كلها خير وسلام وسعاده على كل المصريين. صباح الخير مي، صباح الخير ايمان، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل. احداث جاريه متتاليه، النيابه خلصت المرافعه بتاعتها قدام القاضي، واحكام كثيره ان شاء الله المفروض كلنا منتظرينها. نثق كل الثقه في القضاء المصري، يا رب نوصل للقرار السليم والمحاكمة السليمة إن شاء الله. عندنا مجموعة فقرات النهاردة، هنبتديها بإيمان. هنبتدي النهاردة فقراتنا عن مسرحية الحبل، اللي هي عن فيلم عودة الابن الضال، عن قصة عودة الابن الضال. هيكون معانا النهاردة المخرج المسرحي باسم قناوي، وهنتكلم معاه النهاردة عن المسرحية، وهنشوف إيه الأخبار والتطورات اللي اتعملت. عندنا كمان فقرة عن ذكرى ميلاد الشاعر اللبناني جبران خليل جبران، ذكرى ميلاده 129. هيكلمنا النهاردة بقى عن حياته وعن العوامل اللي أثرت في شخصيته دكتور حسين حمودة الناقد الأدبي. حضراتكم طبعا عارفين أنه الإخوان المسلمين، حزب العدالة والحرية، هي تقريبا المكتسحة في مجلس الشعب القادم. المؤسس الإخوان المسلمين الأب الروحي هو حسن البنا. حسن البنا لي أخ صغير بيشرفنا النهاردة في الاستوديو، بنحتفل معاه بميلاده، عيد ميلاده 91. هيشرفنا في الاستوديو الأستاذ جمال البنا المفكر الإسلامي. هنتناول معاه عدة مواضيع كثيرة جداً على الساحة في مصر وعن الإخوان المسلمين بشكل عام. طيب ده كله هنشوفه معاكم بعد الفاصل، بس تابعونا في نهارك سعيد.